حبيب اللخيني كل اللي موجودين معايا في الكونفرنس هذه بخي ماتش. تعرف اللي ماتش اليوم مو سهل بعد سيرتو معناها السلسله نتاع هزائم معناها اللي صارت، خاصة معناها المباراة الأخيرة نتاع الكاس اللي لحقنا حبينا معناها نفوزوا بالكاس، باش خاصة على المستوى المعنوي يعني اللاعبين ملي جينا معناها شفنا اللاعبين اللي فما برشا لاعبين ممسوسين معناها مورالمون، ماهمش في الثقة اللي حشنا بها، ماهمش في الثقة نتاع النيفو اللي حشنا به باش ينجموا معناها يأديوا مستوى طيب. لذا معناها خدمنا الأيام هذه اللي جينا فيها خاصة على المستوى المعنوي باش نرجعوا اللاعبين ونرجعوا الثقة، سيرتو الثقة اللي كانت مفقودة بعد كما قلت لك سلسلة الهزائم اللي موجودة. اليوم فريق اللي لعبنا ضده اتحاد ميكردان كان منظم دفاعيا، فريق معناها سوليد ديفونسيفمون، يقدم في موسم جيد شفناه، ما كانتش سهلة المباراة، عرفنا كيفاش نتعاملوا خاصة معناها في الشوط الثاني والتغييرات اللي قمنا بها، معناها حاولنا نحلوا معناها الديفونس تاع ليكيب ادفيرس ونحاولوا خاصة على الأطراف باش نجموا نسجلوا الأهداف ووفقنا ربي. قبل كل شيء زاد نحب نشكر الجمهور اللي كي حكينا قلنا الجمهور لازم يقف معنا ويقف مع اللاعبين، لأنه خاصة مع اللاعبين لأنه اللاعبين محتاجين الجمهور اليوم باش نجم نرجع لهم الثقة. احنا نخدموا على الشيء هذا، ولكن دائما الجماهير كي تكون إيجابية كما كانت اليوم وشفناها اليوم الدفع المعنوي، وقلناها للاعبين قلنا اللاعبين معناها الجماهير خاصة جماهير الترجي ما تطالب بحد شيء، كان تشوف اللاعب عنده روح فوق الميدان وهذه أهم حاجة، تشوف اللاعب يقاتل على كل كرة ويقاتل على المريول اللي انت لابسه، راهو يولي يصفق ما عندكش مشكلة اللي يصفق عليك، ما يلزمكش تهبط يديك، راهو إذا كان باش يصير معناها تشجيع سلبي ولا حاجة هكا راهو خاطر أنت ماكش قاعد توري في لونفي، ولا حاجتنا لونفي يرجع، وهذيك أهم حاجة معناها بالنسبة لنا احنا. الجماهير كي تشوف اللاعبين يتقاتلوا في الميدان ويعطيو كل ما عندهم وكل دويل يحاولوا يلعبوا، راه بعد النتيجة مش مشكل. هم عطينا هذايا ليدونتيتي نتاع الترجي، هذه هي ساق قبل كل شيء وبعدين كل شيء يجي، وقاعدين نخدموا على الشيء هذايا. إن شاء الله الماتشات الجاية الكل نكملوا بنفس الروح هذايا باش نجموا نوصلوا نلعبوا لآخر جولة إن شاء الله. ميرسي كوتش، تفضل سيدي. الستة الثمانية أيام خليني نقول اللي جينا فيهم وشوفوا معناها الكالندريي زاد اللي موجودة كل ثلاثة أيام فما ماتش من هنا للعشرة جوان وبعدين كيف ترجع. لذا ما عنديش الوقت الكافي باش نجم معناها تخدم تكتيكين أكثر مع ليكيب، معناها أكثر منه ريكوبيراسيون وأكثر منه مع الستاف ميديكال باش تحضر اللاعبين نتاعك ويكونوا جاهزين على المستوى البدني، ولكن من اول النقاط اللي نخدم عليها هي الكرات الثابته. ماتش بيجا مالوزمون معناها جاونا ثلاثه كرات ثابته كنا لازم نسجلوا عليهم قبل ما يسجلوا هما الهدف، ما سجلناش دونك هذاك علاش قبلنا بعد على ديزيكيليبر. بون ديزيكيليبر انا نقول ديزيكيليبر، ولكن ما الحقيقه على هفوات متتاليه قبلنا الهدف، ولكن ماتش بيجا لي باراليتي اوفونسيف ما سيناهم الكل، وهذا اللي حاشتنا خاطر زاد من نقاط القوة تاع الترجي هي كانت الكرة الثابتة. دونك احنا قاعدين نخدموا على الشيء هذا وان شاء الله نخلطوا للمستوى اللي نحبوه، كو سوسوا في التيرور اللي باش يشوط الباراليتي ولا اللي باش يمشي ماركي باش يمشي باكثر اون في باش نجم يسجل اهداف ان شاء الله. تفضل بعض. شوف بالنسبة لنا احنا أول حاجة معناها نركزوا فيها هي ناخذوا ماتش معناها ماتش بار ماتش معناها ناخذوا كل مقابلة وحدها ونركزوا على المقابلة اللي جاية. بعدين رانا مادامنا موجودين ومازلنا نقاتلوا ومازلنا واقفين على ساقينا مادام باش نمشيو لاخر جورنية معناها باش نرسوا الترجي دائما نفس، دونك ما عندناش علاش، لازم العقلية تكون موجودة في ذهن اللاعبين اللي راهو أي حاجة تبدا موجودة قدامنا لازم نرسوا عليها. فما وجه نتاع ترجي فما شعار كبير نتاع نادي كبير لازم نلعبوا عليه لاخر جورني. دونك انا قاعدين ناخذوا مباراه بمباراه واللي فيه الخير ربي يسهل فيه في الاخر ان شاء الله. باش نرجع لك للنقاط اللي جبتهم الكل، اما انت ذكرتني بنقطه مهمه باش نجبدها بكل لطف، باش نجبدها بكل لطف، لانه اليوم انا بزوان في البطوله نتاعنا بالريتم، راهو مش معقول ما نلقاوش ريتم إذا كان كل
درجين ربع ساعة يطيح لاعب، نحكي بصفة عامة، ومنا حتى مباراة اليوم، معناها مش معقول في الشوط الأول ربع ساعة يجي لاعب يجي كرون، معناها هذه ما تنجمش تصير معناها، دونك هنا بكل لطف نطلبوها من الحكام كونه إذا كان اللاعبين يعتمدوا معناها تضيع الوقت ماذا بينا نخليو ديما اللعبة تلعب بور تروفي معناها الريتم وخليو الريتم موجود، إذا كان كل مرة قص 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 معناها حتى المستوى مش نطلعوا به، كل سؤال نحكي بصفة عامة معناها كبطولة كل معناها. مش معقول هذا وجبتناه بكل لطف، باش نرجع للنقاط نتاعك انت اللي هما مهمين جبتهم اليوم. اول ما حكينا مع اللاعبين قلنا راهو فما حتى لاعب ينجم يلعب السبع مقابلات اللي جايين تو، حتى لاعب ينجم يلعبهم سبع، معناها فما ريسك نتاع البليسور، فما الارهاق، وديجا الثاني اللي هو ديجا لقيه وكثره في عند اللاعبين، لذا يلزم اللاعبين الكل يعرفوا اليوم تنجم تلعب كاساسي، غدوة تنجم تكون على البنك، تنجم تكون على البنك وتدخل، تنجم تلعب ميتون وتخرج، هذا كل بورجيري معناها جيستيون صحيحة نتاع الجروب نتاعنا، دونك اللاعبين فاهمين الشيء هذا، دونك هذاك علاش اليوم كما قلت أنت الخيار من تاع كوليبالي كان 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 في الأكس، المباراة الجاية نجمو زاد كيف كيف نلقاو في الأكس كما نجم يكون في وسط الميدان، ولكن اليوم عموما كوليبالي قدم مستوى طيب في في في, في محور الدفاع ولعب قبل معانا في محور الدفاع، حل من الحلول، حل من الحلول اللي قاعدين نعاودوا عليهم. سؤالك الثاني تاع ميموني نعرفوه قبل كان معانا، عنده لاعب عنده امكانيات كبيره، يخدم على روحه، لازم يخدم على روحه باش ينجم يطور المستوى نتاعو، واحنا هنا باش نخدموه باش نحاولوا نوصلوه هو وبقيه اللاعبين الموجودين للمستوى اللي نحبوا عليه. قاعد يرجع، قاعد ترجع له الثقه، قاعدين نحكيو معاه كل مرة في التمارين، حتى خارج التمارين قاعدين نحكي معاه ومع عديد اللاعبين الاخرين باش نخليوه يرجع خاصة وترجع له الثقة، خاطر شفناه اليوم اعطى اضافة، ان شاء الله يكمل على المستوى هذايا وينجم يعاوننا في الماتشات الجايين كله، عنده مستقبل يخدم على روحه وينجم يكون من اللاعبين المتميزين القدام ان شاء الله. فما سؤال اخر ما جاوبتش عليه اللي هو زوز ماتشات جايين هذوما في مسار الترجي في البطولة؟ اكيد باش يكونوا حاسمين معناها هو كل اليوم نحكي نقطة الفوق ولا نقطة باش تكون حاسمة في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلاي اوف، دونك هذاك علاش قلت لك ناخذ مقابلة ولا مقابلة، معناها ماتشات كل اللي نزلوا جايين كلهم صعاب، الكلهم صعاب واللي باش يعمل عثرة ينجم يبعد على البطولة، دونك احنا نحاولوا نركزوا كما يلزم وان شاء الله ما نقوموش معناها بعثرات اللي باش تخلينا نبعدوا معناها على المنافسة على البطولة ان شاء الله. صحيح وهذه كانت مشكلة كبيرة موجودة قبلنا احنا هي الإصابات. قاعدين نسترجعوا بشوية بشوية معناها في اللاعبين تاعنا، اليوم حبينا نعطيو طونجو شرارة لأنه الماتش اللي فات دخل معناها مع تطاويل، كيف كيف ماتش باجي عطيناه طونجو توا عطيناه من الأول معناها بدا معناها أساسي باش نعطيو طونجو، لازم ياخذ وقت لاعب باش ينجم يرجع معناها لأنه غايب عنده مدة من الإصابة قاعد رجعنا، كيف كيف حمدو حل من الحلول اللي رجعونا، قاعدين نسترجعوا بشوية 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 في اللاعبين اللي نستحقوهم الحقيقه اليوم في ظل الرصيد البشري الموجود، نستحقوا كل لاعب يكون موجود معنا ينجم يعطينا الاضافه في المباريات القادمه ان شاء الله. ميرسي كوتش، يعطيكم الصحه.